أشار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز يوم الجمعة إلى عدم معرفة الحزب بعملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، وأكد نصر الله إنه لم يكن على علم بعملية حركة حماس وعلم بها مثل الجميع في العالم وكانت بشكل مفاجئ. وقال نصر الله: اكتشفنا هجوم حماس يوم السبت 7 أكتوبر مثلنا مثلكم. وأضاف إن حزب الله انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى بسرعة كبيرة بعد عملية طوفان الأقصى. وقال نصر الله إن عملية طوفان الأقصى لم يكن لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي، وإنها ستترك أثرها على إسرائيل حاضرا ومستقبلا، كما شدد على إننا بعد الأحداث الأخيرة ندخل مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل. وأكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني أن أداء الفصائل الفلسطينية ثبت وأكد الهوية الفلسطينية المطلقة لعملية طوفان الأقصى، قائلا: معركة طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني تثبت إنها فلسطينية بالكامل. وأضاف أيضا من خلال كلمة عرضتها القاهرة الإخبارية إن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قيادات حركة المقاومة، وإيران تتبنى وتدعم وتساند، وطوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي، قائلا: يجب أن يفهم الجميع أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأصحاب القضية. وتزايدت معدلات البحث عن كلمة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني يوم الجمعة بمناسبة الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لإحياء ذكرى الشهداء. ووفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية وقناة الميادين اللبنانية، جاءت بأبرز النقاط خطاب حسن نصر الله في أول ظهور له منذ 7 سنوات، وكانت على النحو التالي: معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة، ونعزي قطاع غزة في شهداء معركة طوفان الأقصى، ونوجه التحية لشعب غزة الفدائي، والشهداء خاضوا معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية، ولقد سمع العالم كله كلمات عوائل الشهداء التي تعبر عن الثبات، وشعب غزة يقدم كل ما يملك فداء للأقصى وفلسطين، ولدينا استعداد عظيم للتضحية بصبر لا حدود له. ونوجه التحية أيضا لكل الذين تضامنوا معنا من دول العالم، والشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من 75 عام، والسنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا، وسياسة العدو الإسرائيلي تزداد قهرا وظلما، والسرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى، وأحداث 7 أكتوبر أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم كله، ومعركة طوفان الأقصى فتحت الملفات الإنسانية أمام العالم، وأحداث 7 أكتوبر كان قرارها وتنفيذها فلسطينياً 100%، والاحتلال ينفذ مشاريع استيطان جديدة في الضفة الغربية، وأكثر من 1 مليون إنسان في غزة بيعيشوا في حصار خانق، والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة تماماً، ده غير إن الحكومة الإسرائيلية شددت على الأسرى وعائلاتهم، وآلاف الأسرى من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ده غير إن السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جداً، ده غير إن الولايات المتحدة صارعت للإمساك بالاحتلال لاستعادة زمام المبادرة، ده غير إن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالاً أمنياً وعسكرياً ونفسياً ومعنوياً في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومهما فعل لن يستطيع أن يغير من نتائجه، والاحتلال لم يستطيع حتى الآن استعادة زمام المبادرة، وطوفان الأقصى كان عملاً بطولياً شجاعاً وعظيماً، والآداء بمعركة طوفان الأقصى أكد هويتها وأهدافها الحقيقية، ده غير إن العدو الإسرائيلي كان تائهاً وشارداً منذ اليوم الأول للمعركة، ومعركة طوفان الأقصى كانت خياراً صائباً وحكيماً، وأسست لمرحلة جديدة من مصير شعب فلسطين، ده غير إن التضحيات والإنجازات في قطاع غزة والضفة الغربية مستحقة، ده غير إن إسرائيل طلبت أسلحة جديدة و10 مليار دولار من أمريكا، والاحتلال وضع هدف استعادة الأسرى الإسرائيليين بلا قيود، وارتكب جرائم وعمليات إبادة جماعية في غزة، ولم يستطيع تقديم أي إنجاز عسكري على مدار شهر كامل، ده غير إنه بيدمر الأحياء السكنية في قطاع غزة، والأوضاع بقطاع غزة تكشف الغباء والعجز في إسرائيل، ولا تستطيع استعادة الرهائن إلا من خلال المفاوضات، ونهاية معركة طوفان الأقصى هي انتصار غزة وهزيمة العدو، ده غير إن الاحتلال بيرتكب المجازر في فلسطين على مدار 75 عام، وبيصدر للعالم إنه ينفذ عملية برية كبيرة، لكنه عاجز، والأوضاع في غزة بتكشف المسؤولية الأمريكية المباشرة عن القتل، ده غير إنها بتمنع إدانة إسرائيل في مجلس الأمن، وتمنع أيضاً وقف إطلاق النار،
وقال أيضا: يجب محاسبة أمريكا على جرائمها بحق شعوب المنطقة بسبب إنها المسؤول الأول عن كل المجازر بالمنطقة.